على سبيل المثال الكابتن حسين الشحات بدايته يناير من هذا العام او الموسم الماضي الدور الثاني كان مع لاسارتي له طريقه لعب، سجل لعب 25 مباراه سجل 5 اهداف فقط لغير. اعتقد الايجابيه على المرمى ما كانتش بحجم وقيمه جناح في النادي الاهلي، كان ممكن بيشغل زي وليد سليمان وزي مؤمن زكريا، كان عندهم غزاره اكتر الجانب ده في التهديف، فما كانش ظاهر بالشكل اللي هو يقول حسين الشحات هنا مع مارتن لاسارتي. لكن مع رينيه فايلر في 10 مباريات قدر حسين الشحات يسجل 6 اهداف، عشان طبعا في اهداف تانية سجلها مع محمد يوسف المباراه اللي لعبناها مع بطل غينيا الاستوائيه، لكن انا اقصد رينيه فايلر المدير الفني الاجنبي ومارتن لاسارتي 25 مباراه مارتن لاسارتي 5 اهداف فقط لا غير، وفي 10 مباريات لحسين الشحات مع رينيه فايلر 6 اهداف. اعتقد واضح جدا تاثير المدير الفني على حسين الشحات. نتمنى، بعض الناس هتسال طب ما في بعض اللاعبين كانت بتلعب مع لاسارتي وليه تاثير رينيه فايلر معها فنيا ونفسيا مش جايب نتيجه وليه مش بنشوفها في الملعب. انا بتكلم عن حسين الشحات اللاعب المجتهد اللي بيتعب في التمرينات وبيبذل مجهود في التمرينات ومركز في الملعب ومركز في انه يمثل النادي الاهلي، لعيب بمواصفات النادي الاهلي. فهنا يفرق دور المدير الفني، لكن لو جبت لاعب مهما كان مش مركز في الموهبه اللي ربنا مديها له والنعمه اللي ربنا مديها له وما عندوش دافع شخصي، اعتقد ايا كان المدير الفني مش هيقدر يصنع من اللاعب ده حسين شحات. هنروح كمان لمقارنه تانية وحبينا نقول لكم